طريقة فريدة من نوعها تلك التي اهتدى إليها السيد حسن أي توقاسي ابن منطقة وسيف بتيزي وزو لتوفير قوت عياله ومواجهة شقاء الحياة. إنها مؤسسة للنقل والتوصيل باستخدام الحمير أكرمكم الله، وهي عنده خير من كسب وسيلة نقل يضاهي ثمنها مليار سنتيم. قدو بريفيرونس الساعة 10 ربي وكتبارك والشتر 900 مليون. وين هذه يجري بردان. ني غادي سناد دين في زاكوري وكويت يخدم رواه وكيد الصديق بلا نينوال ودي جاديني دي درانا شيخ ساكروش دو طاكسي ويدي كفايار ويدي سلكاره سلكني ويكين كشن في الليل المحنه وكويت سكيساره كروستن. السي حسان يمتهن في نقل وايصال مواد البناء للخواص وبمقابل مادي يختلف على حسب الماده والكميه. كان راجل خدميت بار متر خدميت 12 ملي متر كاميون مشطوح 3.5 كنخدميه بور 4000 دينار، كاميون بزرون مشطوح يخدم 5000 دينار، غادي طون نورمال يخدم 15000 دينار. رأس مال حسن هو حميره، وعليه فإنه جد حريص على عدم استغلالها أزيد من 8 ساعات في اليوم. كثيرا كاكي جو ديباس با لي 6 أما 8 دو ترافاي ديال لا جورني. دمية دو بريفيرونس ما يقيميتش وطاحي وزكا لا تكملا ولا تنهاليها. الاسترزاق بهذه الدواب لدى البعض مخجل، إلا أن ابن قرية ثاقيضونت مؤمن أن العمل عبادة. جامي الحاجة نتاقى ذاكي جامي تصدحي وافض تصدحي استكور ذا سويني شمسا نواقى ذاكي كنت تصدحي غيس وكيش فيش تصدحي المدن يا الحمد لله ما يلي ظهروا ميك وانا يصدحي نسوين شتاكي الريار لاف ذيك تصدحي نسوين شتاكي. الفكرة التي اهتدى إليها حسن لكسب قوت عائلته فريدة من نوعها، ويا ليته يكون قدوة لكثير من شباب اليوم.